بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج مادة إنشاء مشروع اسم جديدة by new أو zero new wide عرض القماش length طول المبنى. كمان عدد الطريقة واحد، ممكن single أو face. حال كان اثنين بسني القماش الكيس إنه بسني من فوق ومن تحت. إذا عم بدع السيخ هاي حراجة حطلو لف على اليسار. ماركر بورد قديش نحط مسافة على دائرة الرسمة، نجربها 1 سم. هون نختار الآلة، نقلو نختار مكان الآلة وعلى هو اللاحقة. إذا كان عندي الآلة بي تي إم بحط بي تي إم، إذا بدي إس بحط بي تي إس، أو إذا جي إس بحط جي إس. نختاره، هم بيعطيني القوالب. هون كل قطعة قديش بدي منها المادة، طبعا مش هنكون مظبطينهم من برنامج الإنشاء الأولاني. هون إذا كان له ليفت أو رايت، إذا كان في حال كان صدر غير متنازع حط صدر يمين أو صدر يسار. هون انه مجاوز او لا، هون صدر 2 يس يعني مجاوز. ماتيريال نوع القماش ماشي عادي، ممكن هون هذا الطابع. هون للانكماش، الخانات الانكماش. هلا بنختار القياسات اللي بدنا اياها. ممكن نحن ندوب القياسات او ما ندوبها. في حال عندي كان جوخ أو رخمة نمد بجهة واحدة كل قياس جهة من هاي الخانات. القياسات اللي هي اللي بنحطهم واحد بينزلوا جهة واحدة، واللي صفر جهة ثانية. في حال كان بطانة نفس القياسات بنحطه ست أول ماتيريال عشان تكون بطانة ننزل إياها بنفس القياسات. أوكي أوكي. أي هون السنتي طلع على الداير، داير صافي. في حال صفينا هذا صف سوبر نستنج، وقت الزمن اللي بدي ياخده مشان الصف، وقديش النسبة اللي بدي اياها. قلو اوكي. ما حزا لانه عم يحط قياس هيك جهته لتحت وقياسين جهته لفوق. طبعا هون ما عم يستخدم الصامتي هذا اللي ممكن نلغيه. هدول الصفين بعد ما صفينا ال مش من صفر الطعنة بعد ما مدينا بنحول الى بضاعة. اول شيء مشان نحط المسج نشيبه بالنص بيس edit waveline of all pieces. بعدها بصير في تابع بنص الآلة. هلا بدنا نختار شو موقع جوات الآلة. options pieces on mark. وانا مثلا خط المسج ما بدنا نطلعه، الخوايف الداخليه سيما ما نطلعها، خطوط الخياطه هاي ما بدنا نطلعها، خطوط هدول الداخليه تاعت الكسرات او ما نطلعها. هون شو بدنا نحط فوق خط المسج تحت خط المسج. حاليا حاطين القياس سايز تحت كوانتيتي عدد كل قطعه قديش بدي منها. بس هي محطوط يا 7 عدد قطع، يا 7 بدي منها هي قطعتين. قول له اوكي. صار هيك هلا جاهزه، ما بدي اطلع بعد الطباعه. في عندي في حال عندي بلوتر بحط له بلوت سيت اب، بختار نوع طابعه بلوتر وبحط له اعداداته وبقول له اوكي. هلا نحن بنحولها لملف بي ال بي، بقول له اكسبورت تو فايل، حدد له وين بدي احفظها، بسميها بقول له سيف اوكي اوكي. هلا ممكن نلاقيها اوبن اتش بي جي ال،
بالمنطقة اللي احنا صرنا استنينا فيها. تطلع هيك هلا بدنا ناخذها حطينا.